وبصفته. مهما تحدثوا ومهما قالوا ومدحوا في شخص الرسول الكريم فإنهم لن يعطوها حقه من التقدير والتعظيم، فهذا هو محمد سيد الخلق أجمعين الذي قال له رب الكون كله وإنك لعلى خلق عظيم. والآن مع قصيدة دينية تلقيها الطالبة مريم يقول: صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا، صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا، يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أوثرا، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطأ الثرى. نحيي الطالبة مريم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. أنشودة جميلة بعنوان محمد رسول الله مع كورال المدرسة.
محمد يا صناعي. بأمانة ده بيدل على ان هناك طفرة داخل هذه المدرسة وشغل كويس قوي من خلال الأنشطة. كلنا نعلم جيدا ان المدرسة التي بها نشاط بها تعلم جيد او تعليم جيد. هناك فرق بين مدرسة طاردة لا يوجد بها اي نوع من انواع نشاط ولا اي ممارسة ولا اي نوع من الانتماء من الاولاد، تعتبر مدرسة طاردة بالفعل. لكن المدرسة الجاذبة هي التي تعمل وتحرص على ان يكون هناك نشاط داخل هذه المدرسة، وبالتالي بيندرج تحته ان هذه المدرسة تعتبر من المدارس الرائدة او بقعة من بقع التعليم المهمة جدا في مدير التربية والتعليم بأسيوط. أكرر شكري لهيئة التدريس بالكامل على مجهودهم الواضح والفعال لإحياء الأنشطة المتنوعة المختلفة التي تحقق نوع من الانتماء من الطالبات إلى مدرستهن. أكرر شكري أيضا لإدارة المدرسة بالكامل، مدرسين، معلمين، معلمات، على هذا الهامش أرحب بأسادة الموجهين إدارة التعليم الإعدادي بمديرية وإدارة التعليم الإعدادي بإدارة أسيوط التعليمية. أكرر الشكر وتقدير للجميع، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترعرع فهو المهد الأول وهو الأمان، وقد اخترنا لكم شعر جميل عن حب الوطن تلقيه الطالبة أميرة أحمد. في حبك ماذا أقول؟ القلم حائر من بين السطور. أكتب شعرا فهي الشعر المنثور، أرسم وردا فهي أطيب العطور. لو قلت أحبها فلن يكفيني، فأنا مريضة بحبها، فمن يداويني؟
وقلبي يهوى قلبها ونيلها يناديني. ولو كان لي ألف قلب لأحببتها ولم يكفيني. فحبي لها مستمر فهي تأويني، فهي تأويني. نحيي الطالبة أميرة. إذا الرياضة الجوانب الإيجابية في نفس من يمارسها كما تبعد عنه الجوانب السلبية. فقد أثبتت كثير من الدراسات دور ممارسة الرياضة في تحسين الصحة النفسية للإنسان وتعزيز الروح الإيجابية لديه. أما الآن ندعوكم لمشاهدة عرضا رياضيا يقدمه لنا فريق التربية الرياضية بعنوان 1-1. Let's go.
الوطن تلقيه الطالبة أميرة أحمد. في حبك ماذا أقول؟ القلم حائر من بين السطور، أكتب شعرا فهي الشعر المنثور، أرسم وردا فهي أطيب العطور، لو قلت أحبها فلن يكفيني، فأنا مريضة بحبها، فمن يداويني؟ وقلبي يهوى قلبها ونيلها يناديني، ولو كان لي ألف قلب لأحببتها ولم يكفيني، فحبي لها مستمر فهي تأويني، فهي تأويني. نحيي الطالبة أميرة، أرتجي عزها لأحيا وأغنمي، لست أدعو إلا لخير بلادي، فهي نوري إذا دجى البؤس فيا. والآن مع أغنية طوبة فوق طوبة وكورال المدرسة. التي تتطلب بذل الجهد والنشاط. والآن مع استعراض رياضي بعنوان على البركة. بلدي بلدي. استعراض رياضي بلدي. Thank you.
محافظات الجمهورية، إذ تبلغ مساحة أراضيها حوالي 26,000 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.2 مليون نسمة، وهي تقع بين على ضفتي نهر النيل. الآن نستمع إلى فقرة شعرية عن أسيوط بلدنا الحبيبة، تلقيها الطالبة نهال جمال. دخلت أسيوط والآمال تعصف بي، وتركض الوجد في أعماق وجداني. أسيوط يا داري يا داري، من شغف بشاعر يقتل الأرواح شيطاني. أسيوط ما الدهر ماء باء نضرته، وقد تألق نيران بنيراني. يا درة الورد يدهو في براعمه، هوى يسير صبابتي وأحزاني. فتحي صيغتها من مهجتي، كالدهر ينبع في أحلام نسياني. نعود إلى الموسيقى والغناء. الناس حساد، الناس حساد المكان العالي، يرمونه بدسائس الأعمال. ولأنت يا وطني العظيم منارة، في راحتيك حضارة الأجيال. يا قبلة التاريخ يا بلد الهدى، أقسمت أنك مصر بالأمثال. نضرب الأمثال، والآن نستمع إلى كورال المدرسة في أغنية بعنوان حلوة بلاد السمرة.
على آلي وصحبي أجمعين. الجمع الكريم، الحضور المحترم، تحياتي لإدارة المدرسة أستاذ يسري، أستاذ سحر، مجهود رائع وإدارة تقوم بعملها باحتراف جيد جدا، ونتمنى دايما أن تكون مدرسة أم المؤمنين اللي هي بنات من المدارس الرائدة في إدارة أسيوط التعليم. تحية طبعا للعاملين بالمدرسة، السادة المعلمين والسيدات المعلمات وكل العاملين بالمدرسة على هذا الجهد الرائع، وخاصة الذين اشتركوا في معرض المدرسة وختام الأنشطة. تحية للتربية التربية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية وكل الأنشطة الموجودة في المدرسة. الأنشطة طبعا مصاحبة للمادة العلمية، لابد أن نمارس أو بناتنا الطالبات تمارس الأنشطة حتى تثقل المادة العلمية. بشكر أولياء الأمور الموجودين، بشكر كل الموجودين وتحياتي لكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.